بون السلام عليكم خوتنا، كراكم دايرين؟ صباح الخير لكم. بون حنا اليوم هذا الموضوع تاعي خويا تعرفوني، اليوم جيت نهضر الموضوع تاعنا اليوم هو الجيش. انا نهضر على الجيش لا فرونتيير، اول خاصه عمي الشقريحه اسكندر هذا وهضرت انا هذا الفيديو غادي نديره كونترا تعرفوا شكون. بون البارح شفنا الرئيس تاعنا والمؤسسه العسكريه وعمي الشقريحه كانوا في شرشار، واحد ما هضرش انا صحابي الله يفتوحنا ما هضروش على شرشار والرئيس كل سنة غادي نهضر خاطر هنا بعد الموضوع تاعنا بعد الناس ما دار فيه صلاه ما كان والو سيطرون شافوا واحد الطريقه واحد حر في هذا. بصح انا اليوم شفت زيتون في هذا البار هذه جيتك خويا زيتون نشكر الرئيس تاعنا والمؤسسه العسكريه وباش نوريكم باللي لاجيري ما فيهاش غير تيندو ولا جلفات تلزم رايح وهران ولا حسطينه ولا الجزائر 58 ولايه في لاجيري كاع عندها الجيش تاعها كل ولايه كاين جيش. البارح كانوا في شرشال ونشكرهم ونشكر عمي الشنقريحه اللي كان حاضر وجاو لي جينيرو تاع لا كوري دي نور جاو كاع حضروا وشفناها وفرحنا بكم بارك الله فيكم. كوش قوه الخاصه تاع الصحه تاع السخون للطيارات لي مينغ لي بيلوت الله يعطيكم الصحه لي فام ميليتير اجيريان الله يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. رانا معاكم راكم واقفين مع بلادكم هذا شرف لينا. وبغيت نقول لكم هذه الحاجه ثاني عمي تبون رول لاشين كما قلت لك رول لاشين ونشكر الوزير تاعنا اللي راه في ايران باقي لك لاكور دي نور باقي لك الهند والبرنس وبلع عمي شقريحه كما قلت با الجزائر اقوى جيش في المنطقه بها مؤسسه تاعها والعسكر. وانا غادي نقولها لك زيد شويه اوروبا اقوى عليهم ودخلها في العالم كي نروح البريكس ولي في العالم بربي ان شاء الله. هذا كونترا عليك زيتو هذا كنت تهضر البارح سمعتك شنو كنت تهضر. لا خويا حنا رانا فور والجيش تاعنا راه فور راه قوه. عمي شقريحه الله يفتح عليك شري لي درون وقروا لا جونس تاعنا قروا على السماء صاي دخلوا الناس يتعلموا يسوقوا لي بي طيارات علموا يسوقوا لي بيلوت لي بلوت قروا مع الطيارات السخون ولي سوقوا اصحاب الدرون هذا هو الموضوع تاعنا اليوم. عمي شقريحه الله يفتح عليك عمي تبون لا رطلاشين لاك يعرفوا راك غادي على بورت افيون راك غادي على بورت افيون هو ريبو مدين ونهار جي جاي اركب فوق وروح للجزائر هكا يقارعوك بالصغار في هذاك بورت افيون ان شاء الله باش نخلعوا الاعداء على الوطن كيما زيطوط وجماعتك انت اللي راك مطهروا هذه تعال الجزائر خويا رانا عندنا اقوى جيش خويا والله عمي شقريحه الله يفتح عليك اتهلا فيهم ابا اتهلا في الجيش تاعنا من البسيط كما قلت الاعلى اتهلا فيهم حمايه المدنيه لي فام ميليتير الصومال كاع تهلا فيهم لا ماري تهلا فيهم الله يفتح عليك هذا العالم راه يهضر او فرنسا كاع تهضر عليكم كاع هذه هي برك انا هضر زيطوط برك انا نجيك انا الموضوع تاعي هو الجيش خويا تاعي الجزائر الله يرحم الشهداء وربي خلينا الجيش تاعنا والرئيس تاعنا عمي شنقريحه ربي يطول عمره ما كاش روترات الله يرحم الشهداء عمي تبون ما تنساش بورت افيون ومن تما روح لا كوري دي نور لو جينيرال كان حاضر في الشرجال تاعهم من روح لا كوري دي نور كملها في الهند ودخلوا في البريكس ها تما غادي يهبلوا خويا غادي نقول لك وهذاك فرحة ملي كان تعرف وين كملوا له الدرام راح لاسرائيل عاود جا راه عاود يخطوا ما تخافش تحيا المخابرات تاعنا اللي تحلبوا لكم تحيا الجيش تاعنا عمي شقريحه قري لا جونال عندنا قارين لاكاديمي تاع الشرجال قارين قري مع الدرون صاي ابقى غير درون بلا بيلوت قريهم وتهلا فيهم تحيه الزازير الله يرحم الشهداء تاعنا وتحيه الجيش وربي يخليك عمي الرئيس وعمي شنقريحه وتهلا في الجيش الله يفتح عليك. السلام عليكم هذا هو الموضوع تاعنا ما نهضر على حتى حاجه انايا نهضر غير على الشرشر الجيش لا فرونتير عمي شنقريحه الله يفتح عليك لا فرونتير ردها خضراء حط لهم كل شيء خضراء يقول تونس الخضراء وحنا نقول له الحدود هي خضراء ان شاء الله بربي حط تعرف انا هدرتي اسكندر ما تنساش زيد طلع راك واصل 700 طلع 800 900 لا كوري دي نور شريهم عليهم الله يرحم الشهداء والسلام عليكم.